النساء في دقيقتين. المرأة شنو شروطها لباسها؟ واحد، أن يستر تمام الرأس والبدن عدا الوجه والكفين على خلاف. سيد الخوي يقول حتى الوجه والكفين تسترهم. سيد السستاني يقول وجه وكفين بدون زينة محرمة، يجوز تظهره ما يجب مشكلة. بعض الفقهاء يقول لا، الوجه والكفين والقدمين، بس المشهور أن تظهر فقط الوجه والكفين، قدمين يجب سترهما عن الرجل الأجنبي. هذا المشهور. ساعات تشوف مرة عليها موشية وبدون جوراب، الوجه مو واجب والقدم واجبة، لأن ما عندها فقه كامل. فإذا أول أمر أن تستر. اثنين، يعني مو شفاف، اثنين، أن لا يكون ضيقا يجسد مفاتن جسد المرأة. ترى تضاريس جسد المرأة يغري الرجل، شكل جسدها غير يغري الرجل. فإذا هي تقول أنا مش سترة، تتم لابسة مخصر، هذا يغري حتى لو عليش لباس. الحين يقولون لباسك سيدتي في البحر، حجاب إسلامي، يلبسونها كلش ضاغط، ها، ويقول لها تفضلي طب البحرتين من سترة إسلامية. لا، هذا مو لباس. الحجاب ما حجب الأنوثة والإغراء، وجسد المرأة حتى لو مستور إذا ضيق اللباس يفصل هذا إغراء، إذا لم يحجب الإغراء إذا ليس حجابا شرعيا. الإسلامي راعي حتى في الصلاة، يقول للمرأة أنت الرجل ارتفع في سجوده، جنح، انت يا المرأة افترش الأرض لا تبرز العجيزة، انت يا الرجل اخ اول شيء قوم ظهرك، اي هذيك اخر شيء، انت يا المرأة نسلي سلالا. احكام مختلفة في الصلاة، الرجل والمرأة على اساس نستر جسد المرأة مو بعرف الطريق. فاذا النقطة الثانية ان لا يفصل جسدها. النقطة الثالثة أن لا يكون زينة، تقول والله آخر موديل للحجاب الإسلامي وإذا به في ألوانه وتطريزاته يضفي جمال تفتقده هذه المرأة، فأصبحت به تغري أكثر من قبل. نبي نحجب الإغراء، وإذا بالزينة أضفت إغراء مضاعف، صارت من تمشي الكل يطالعها. هذا حجاب؟ هذا إضافة الإغراء، هذا ما يجوز. فإذا لا زين ولا ضاغط ولا كاشف. الشرط الأخير للرجال والنساء أن لا يكون لباس شهرة. لباس شهرة يعني وين؟ يعني اللباس اللي إذا لبست تصير ضحوكة، الكل يعلق عليك، مثل واحدة تحط على رأسها شي رفيع كذي وتمشي كأن سنام جمل، هذه الناس تضحك. هذا اللباس اللي يضحك الآخرين على الإنسان، الإسلام يقول حرام. ليش حرام؟ لأن الإسلام كرم الإنسان، ما يقبل للمؤمن يذل نفسه ويخلي نفسه ضحوكة، ما يقبل هذه.